تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث والأخبار الرياضية المحلية والعربية والعالمية. سينضم معنا هنا في الاستوديو زميلا صحفيا ورياضيا سابقا، سيكون ضيفا على صدى الرياضة للوقوف والتحاور معه عن أبرز الأحداث التي طرأت على الساحة الرياضية العراقية، بالتأكيد أيضا حول كل ما يدور من تداعيات وقرارات وتعديلات في الشأن الكروي العراقي. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقرات صدى الرياضة، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية والتي نبدأها مع انتخابات اتحاد الكرة، إذ حدد الاتحاد المركزي لكرة القدم موعد فتح باب الترشيح للراغبين بالتنافس على شغل منصب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد في الانتخابات المقررة إقامتها نهاية أيار المقبل. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد فالح موسى إن الاتحاد حدد 15 من آذار الحالي موعدا لفتح باب الترشيح أمام الراغبين بالتنافس في انتخابات الاتحاد، على أن يتم غلق باب الترشيح في 25 من الشهر نفسه. وأشار إلى أن الاتحاد عازم على تهيئة جميع عوامل نجاح الانتخابات وإخراجها بأبهى صورة، كما أن الاتحاد سيخاطب الجهات الرسمية الخارجية المتمثلة بالاتحادين الدولي والآسيوي لإشعارهما بموعد الانتخابات والاستفسار عن إمكانية إرسال ممثلين عنهما لحضور المؤتمر الانتخابي. مشاهدينا، يعني سنبقى مع يعني نشاطات الاتحاد، ففي سياق متصل كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد فالح موسى عن أن اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى مؤخرا كان مخصصا لمناقشة تحديد مجموعة من الأسماء المستقلة للإشراف على الانتخابات، ولفت إلى أن المطالبات التي نادى بها بعض أعضاء الجمعية العمومية والمتعلقة بإمكانية تغيير النظام الداخلي من خلال زيادة أعضاء الهيئة العامة غير قابلة للتطبيق حاليا، وأن الانتخابات ستكون بمشاركة 52 عضوا من الهيئة العامة يمثلون أندية المستوى الأول للموسم 2016-2017، وهم كل من الشرطة، الطلبة، القوة الجوية، الزوراء، الكهرباء، الحدود، النفط، أمانة بغداد، الكرخ، الميناء، نفط الجنوب، نفط ميسان، كربلاء، نفط الوسط، النجف، أربيل، زاخو، السماوة، والحسين والبحري. مشاهدينا، هذا طبعا بالنسبة لأندية المستوى الأول. أما أندية المستوى الثاني للموسم 2016-2017 فتكونت كل من أندية البيشمركة، غاز الشمال، منطقة كردستان، الصناعة، الصناعات الكهربائية، بغداد، ميسان الناصرية، الجنوبية، الديوانية والجماهير، وأيضا الفرات الأوسط والعلم وسامراء والغربية. جمهورنا الرياضي، الانتخابات ستكون بمشاركة 17 اتحاد فرعي، أيضا هم كل من إدهوك، أربيل، السليمانية، كركوك، صلاح الدين، نينوى، ديالى، الرمادي، بابل، النجف، كربلاء، الديوانية، السماوة، وواسط، الناصرية، ميسان والبصرة، فضلا عن ممثلين عن الحكام والمدربين واللاعبين الدوليين السابقين، إلى جانب عنصرين نسويين. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، ويعني فقرة صدى الرياضة مجموعة أخرى لدينا من الأخبار المختلفة في الشأن المحلي والتي سنتابعها من خلال هذه القراءة في الوقفة التالية، خليكم ويانا.
صادقت الهيئة العامة لاتحاد الكرة بالإجماع على المرشحين لشغل لجنتي الانتخاب والاستئناف لانتخاب مجلس إدارة جديد في 31 من شهر آيار المقبل. وذكر أمين سر الاتحاد صباح رضا أن الاجتماع الاستثنائي لعمومية كرة القدم جرى من أجل التصويت على لجنتي الانتخابات والاستئناف بحضور 48 ممثلا من أصل 52 يمثلون عمومية الاتحاد في الانتخابات المقبلة. وأضاف أن لجنة الانتخابات ستقوم بفحص طلبات الترشيح للمدة من 26 من آذار الجاري ولغاية 31 منه. ونبقى مع أجواء الانتخابات والترشيح، فقد سمت الهيئتان الإداريتان لناديي الشرطة والطلبة مرشحيهما في الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم. وأعلن رئيس نادي الشرطة إياد بنيان أنه سيكون مرشح الشرطة في الهيئة العامة لاتحاد الكرة. من جانبه أفاد مصدر بإدارة نادي الطلبة أكد فيها أن علاء كاظم هو من سيكون مرشحا للأنيق في الهيئة العامة للاتحاد. وأضاف أن الإدارة تفضلت إعطاء الترشيح للرئيس وعدم منحه للاعب باسم عباس الذي طالب بذلك. وهذه انتقالة إلى أخبار نجوم الكرة العراقية السابقين، إذ هاجم الدولي السابق نشأة أكرم الاتحاد العراقي لكرة القدم مبينا أن الاتحاد صعد على أكتاف اللاعبين الدوليين السابقين وجير انتصاراتهم في الملاعب لغاياتهم ومصالحهم الشخصية. وقال نشأة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قلتم أبواب الاتحاد مفتوحة لنا ونرحب بكم كفاعلين ومؤسسين للقرار فيه، واليوم تغلقون الأبواب في وجوهنا لكي تفصلوا القوانين حسب مزاجكم خلف أبواب مغلقة. ونبقى مع نجوم الكرة العراقية السابقين، إذ أكد اللاعب الدولي السابق أحمد راضي أن الرياضة العراقية سائرة بشكل كبير نحو التغيير، وقال إن رفع دعوى قضائية من قبل اتحاد الكرة بحقي هذا دليل على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح نحو تغيير مسار الكرة العراقية في الأيام المقبلة. جمهورنا الرياضي، سنكمل مشوارنا بالتواجد مع الأندية العراقية والفعاليات الرياضية. اليوم ستكون لنا وقفة مختصرة مع الشخصيات الإدارية والرياضية لنادي الميناء، على أمل أن نسلط الضوء بشكل أوسع في الحلقات المقبلة. يعني تسليط الضوء في صدى الرياضة يعني بخصوص مأساة ومعاناة هذا النادي العريق والكبير في سماء الكرة العراقية. بالتأكيد جغرافيا هو ليس ضمن الأندية المعروفة في بغداد، لكنه لا يقل تاريخا وحجما ولا شأنا على يعني عن الفرق الجماهيرية في العاصمة. مشاهدينا تعالوا نتابع من أهل الشأن في نادي الميناء عن أزمة النادي وقلة الدعم فيه، خلينا نتابع. الكل يعرف أنه الشركة العامة لمول العراق هي الراعية لنادي الميناء الرياضي والداعم إلى من 1931 وحد هاللحظة هاي. الكل يعرف أنه إحنا مرينا بمرحلتين خلال 2017، مرحلة طلعنا من النادي وإجت مؤقتة، والمرحلة الثانية إجينا ب 22 8 بعد قرار من المحكمة الاتحادية. عند رجوعنا في 28/8 تعاقدنا مع اللاعبين على أساس أنه الميزانية، مو على أساس وإنما الميزانية مالتنا هي 7 مليار دينار. خلال هالفترة هاي استقطبنا نجوم من خارج المحافظة ونجوم البصرة بقيمة 3 مليار دينار، هي قيمة مجموع العقود والمدربين. تفاجئنا بأنه أكو قرار الوزاري من الأستاذ كاظم فنجان بأنه عقود اللاعبين وتشكيلات الوزارة لازم تتعاقد إلا بموافقة المكتب المفتش العام. هذا الكتاب ما ندري به إلا بعد التعاقد في شهر 11، عندما رجعنا للمكتب انتهت السنة المالية 2017 ولم يصرف أي دينار
سواء 5 ملايين لكل لاعب. 2018 هي ميزانية النادي، هي 2018 هي 7 مليار، بدليل ان اخذنا نسبة 1/12 هي 583 مليون. تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء بانه الاندية تكون ميزانيتها هي 2 مليار، مليار للبنية التحتية ومليار الى الرياضة. احنا عقودنا 3، هل من المعقول احنا نسد عقود اللاعبين؟ احنا من خلال اذاعتكم، من خلال الفضائية، ناشد معالي وزير ابن الميناء اخونا وصاحبنا وزميلنا كاظم فنجان ان يحل هاي المشكلة. مشكلة يعني انا اسميها بالعامية عويصة. هذا ميناء يعني لا يمكن ان يكون بهالصورة هاي. يعني اليوم الميناء اذا ما لعب لعبتين، اللعبة الثالثة راح ينزل الى الدرجة الثالثة، اضافة الى الاتحاد الاسيوي راح يعلق كل نشاط النادي. فيا معالي الوزير انقذنا الله ان شاء الله ينقذك، انقذنا الله ان شاء الله ينقذك، لانه مو صالحنا ولا بصالح معاليك انه النادي يتعلق نشاطه وينزل الى الدرجه الثالثه. سمعت الميناء فوق كل شيء. فريق يمر بهيج ظروف توقع كل شيء منه، كيف يعني كيف تحقق نتيجه، كيف يلعب اللاعب، كيف يفوز، كيف يعني كل الامور هاي المشاكل يعني تأثر علينا تأثير مباشر. الجمهور يريد فوز، الجمهور يريد لاعبين. نقطة مهمة أضيف لك إياها، أنه إحنا انتهت اليوم، انتهت مدة الانتقالات، وإحنا ما قدرنا نجيب لاعب بسبب الجانب المالي. النادي يقول لك أنا ما عندي فلوس، الجهة الراعية اللي هي الشركة ما تعطي، مشكلة عندها هي الإدارة، وزير النقل عنده مشكلة وهي الإدارة. شو نبنى يعني؟ احنا لازم الجمهور يعذرنا ايضا، لازم ولو جمهور الميناء متفهم حقيقة يعني، وتفهم الظروف وتفهم كل الامور، والناس يعني ابدوا كل ما بسعهم في سبيل انقاذ الفريق من هاي الحالة، لكن للأسف ما حد يعني ما حد يستجيب لطلباتنا. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتوقف قليلا مع فاصل لنستقبل بعده ضيف صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. جمهورنا الرياضي الكل يعلم بأن المشهد الكروي العراقي في الفترة السابقة رافقه الكثير من حالات الضعف والتخلخل والتباين وعدم الاستقرار. هذا ما انعكس على مستوى الأداء والعمل والنتائج محليا وحتى خارجيا. بالتالي أصبحت المسألة يشوبها العديد من علامات الاستفهام والتباين في المستوى والأداء. في ظل هكذا أجواء بالتأكيد ستبرز من أطراف كثيرة، منها الإعلام، أهل الشأن، المختصين، المحبين للكرة العراقية من الجماهير العراقية، ستبرز تشخيصات لمنهج عمل وتقييم لأداء. فمن الطبيعي أن تظهر لنا يعني على الساحة رؤى مختلفة حول مستوى عمل اتحاد الكرة ومدى نسبة نجاح قراراتهم خلال عملهم ومسؤوليتهم في قيادة اتحاد الكرة. اليوم مشاهدينا الكرام ارتأينا أن نستمع ونتحاور مع شخصية صحفية دونت وشخصت وطالبت الكثير بتغيير واقع مؤلم كما وصفها الرياضي سابقا والزميل الصحفي حاليا محمد سعيد الصحاف، الذي ينضم معنا في استوديو صدى الرياضة ليكون ضيفا عزيزا على البرنامج. نقول أهلا وسهلا بك. شكرا، تحياتي لك كابتن بلال وإلى كادر القناة والمشاهدين الكرام. بدأ أستاذ محمد يعني بخصوص الاسم، يعني من أين أتت هذه التسمية محمد سعيد الصحاف؟ يعني هل تشابه أسماء مع الشخصية طبعا العراقية المعروفة، أم هو لقب أم ماذا؟ والله الحقيقة
كابتن بلال، تعرف أنا اسمي محمد سعيد الكناني، يعني اسمي هذا أيضا الصحفي، بس لكن من خلال متابعاتي ولقاءاتي بالوسائل الإعلام حول دور العملية السياسية، وكنت أتصدى للفساد وتصدى لهذا الفشل في المنظومة السياسية في العراق. وأنا طبعا بالإضافة إلى كان الأستاذ مؤيد اللامي هو له دور نقيب الصحفيين، نعم نقيب الصحفيين العراقيين، تحية له، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، شخصية إعلامية محنكة طبعا، هو مشى هذه التسمية وقال هذا الصحاف، فمشت عليه كلمة الصحاف، فأنا طبعا يعرفوني من خلال اسمي الصحاف، بس يشوفون لقب الصحاف يقول لك هذا فلان اسمه محمد. فطبعا هذا يعني وطالما استاذ مؤيد يعني اختار لك هذا الاسم بعد ثبت، مشت تعرف انت بالمدينه مالتي على ابو الصحاف، الصحاف يتحدث، فمشت هاي المدينه يعني على مستوى العراق. فاعتقد حتى بالصفحه الفيسبوك كتبت محمد سعيد الصحاف، وانا اسم رائع ممتاز، انا كنت ما قابل عليه يعني بالبدايه، بعدين استمر مشت فاعتياد، الامور صارت طبيعيه، صارت طبيعيه فاعتياد، يعني كنت يعني أرحب بهذا الاسم. طيب طالما اليوم يعني سنتحدث عن شؤون وشجون الرياضة، يعني يا حبذا أن تعطينا نبذة مختصرة عن مسيرتك الرياضية. والله بالحقيقة كنت عن شاب بالسبعينات، أيضا كان عمري صغير جدا، ترشحت منتخب شباب أيضا معسكرات، وبعدين في ظروف الحرب احنا كرياضيين عادوا تشكيلات المؤسسات الرياضيه في الجيش، وانا طبعا رجعت النادي البحري، لاعب كنت في النادي البحري من 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 افضل اللاعبين في ذلك الوقت، عاصرت مجموعه من عمالقه كره السله في العراق، ايضا هم طبعا المتوفين والحالين، فكان الجيل من ذاك الوقت الجيل الذهبي هو السبعينات والثمانينات، انا طبعا لعبت في يعني اكثر من مواسم لانديه العراق، وحصلنا على مرتبه عاليه، واخر مرتبه كنا المركز الثالث، وكان لاعبين معي بالنادي دوليين ثلاثه الى اربعه، ويعني موجودين حاليا هم ايضا مدربين. عاصرت كره السله، عاصرت من خيرة النجوم العراق، يعني مو كرة السلة لا، يعني عمالقة كانوا، يعني أقل شيء 40 لاعب يستحقون المنتخب، كنا احنا ذاك يعني في ذلك الجيل في ذلك العصر، كنا يعني هناك لاعبين يعني يتصفون بالعمالقة، فالجيل هذا راح أعتقد، وحتى يعني مستوى وأداء عالي جدا. طبعا تحياتنا لكل الشخصيات الرياضية السابقة اللي قدمت وخدمة الرياضة العراقية وخصوصا لعبة كرة السلة. بس أنا حاليا كمراقب للرياضة، يعني أنا أفتخر أن أكون إعلامي أيضا صحفي، عضو في نقابة الصحفيين العراقيين، وعضو في صحفيين الاتحاد الصحفي العرب، وعضو في اتحاد الصحفيين الدوليين، وفي نفس الوقت عضو في اتحاد الصحافة الرياضية لكوني أنا رياضي، وطبعا رئيس اتحاد شخصية أيضا، يعني أنا طبعا افتخر ان يكون الاستاذ خالد جاسم، تحيه له هذا الشخصيه الرياضيه، ايضا الاستاذ خالد جاسم غني عن التعريف، نائب رئيس النائب نقيب الصحفيين العراقيين، وهاي العمالقه اللي تقود الاتحاد الصحفي، يعني تقود النقابه الصحفيين، طبعا شخصيات وصلونا الى مرتبه عاليه، وصلوا الاسماء العراقيه، يعني بصراحه يعني نفتخر ان نكون نقيب له، رئيس اتحاد صحفي العرب او نائب رئيس اتحاد دولي، يعني طبعا هذا فد مكسب للعراق ومكسب لكل الاعلاميين، فانا طبعا احيي هذه الشخصيه، احيي بك هذه الروح الجميله، وانت تذكر هذه الاسماء وهذه يعني وهذا التاريخ الكبير للاعلام الرياضي المتمثله يعني باستاذ خالد جاسم واسماء اخرى، انا ايضا لابد ان اذكر هادي عبد الله واسماء اخرى، كلها اسماء يعني معذره، لان اذا اذكر الزملاء لازم يعني والاساتذه لازم يرادلنا يعني حلقتين، لكن الكل نتفق بانهم يعني خدموا الرياضه العراقيه. احيانا استاذ الرياضي من موقعه يخدم، لكن الصحفي والاعلام الرياضي والمؤسسات الاعلاميه الرياضيه لها ايضا جوانب اخرى في خدمه الرياضه وفي انتشار اللعبه ما وابراز اسماء ما وتعقيب على امور اخرى، وطبعا الوقوف على سلبيات وايجابيات، هاي كلها طبعا تصب يعني على عاتق وسائل الاعلام الرياضيه التي احنا يعني نتمنى ان نكون جزء من هذه المسيره الناجحه للزملاء. طيب استاذ، تحدثنا تحت الهواء
يعني عن شؤون كثيرة، يعني بأنك تشخص وتطالب بقوة يعني معالجة عمل منظومة اتحاد الكرة، وكذلك يعني طالبت بتغيير واقع ووصفته بواقع مؤلم، يعني بالتأكيد يعني أنت غير راضي على عمل اتحاد الكرة. أريد أعرف الإعلامي الرياضي يعني يتكلم عن كل شرائح وكل الفعاليات الرياضية، لكن أنت لماذا تحديدا اتحاد كرة القدم؟ طبعا كابتن بلال، أنا أتحدث لك أمام الجمهور الجماهير الرياضي بعد الضغوطات اللي كوني أنا إعلام رياضي، طبعا هناك الشارع الرياضي منتفض أيضا منتظر كيف يكون هناك التغيير. احنا نعرف في عام 2007 بعد استلام الكابتن حسين سعيد الشخصية الرياضية العملاقة اللي قادت الاتحاد ووصلت هذا كرة القدم إلى مصاف الدول العظمى، وأعتقد شفناهم في بطولة آسيا. كان الكابتن حسين سعيد عندما استلم الاتحاد في ظروف جدا معقدة صعبة جدا، حرب أهلية طاحنة، ظروف احتلال، ظروف غزو، الإمكانات المادية طبعا صعبة يستحصلها. فأعتقد وصلنا إلى أبطال آسيا، وصلنا إلى مرحلة إلى كأس العالم المصغرة وهي كأس القارات. فبعد ما تعرف رغم ما هاي الكابتن حسين سعيد استلم قائد الاتحاد من خارج العراق، يعني لو داخل العراق شلون يمكن إن شاء الله وصلنا لكأس العالم، كان إحنا كنا متنافسين. فبعد ما جاءت شخصيات التفوا على هذا الاتحاد واستولوا على الاتحاد، أنا أعتقد أنه استيلاء الاتحاد، لأنه الناس اللي جت باستثناء ناجح محمود، رغم ما هذا رجل أيضا هم طور الاتحاد كرة قدم، بس بعد استلام هذه المجموعة اللي أخذت المبادرة واستلمت الاتحاد، شفنا عملية هبوط واسع للكرة العراقية. احنا نعرف كابتن بلال كرة القدم المتنفس الوحيد بالعراق، يعني هي تجمع قلوب العراقيين، تجمع الشتات هذا الشعب. وتعرف انت يعني احنا ما نعول على السياسيين هسه حاليا شفعتهم انتخابات، وشوف الشعب كله ما راضي عليهم، واحنا قاعد نصدى للسياسيين، لكن كرة القدم قاعدة يعني العراق، يعني كل الشعب العراقي يحب كرة قدم، الرياضة عبارة عن كرة قدم بالعراق، حتى الرجل الكبير الطفل يحب كرة قدم. فإحنا يعني انهارت الكرة القدم العراقية، انهارت بصورة يعني مو تدريجية، سريعا جدا. شفنا يعني كل بطولات نروح بيها ونشارك، ها، وإذا إحنا يعني لاعبيننا مو ذو المستوى، شوف يرجع يطلعون بالفضائيات يتحدثون نحن مساهمين بالفشل. يا أخي ما يصير أنت تبقى على ظل تشلب هذا الكرسي، أكو ناس عناصر كفوءة. إحنا بالعراق عندما نتحدث الاتحاد الكرة بغياب، أولا لازم وجود الكفاءة والنزاهة والإداء الصحيح والماضي مشرف، هذني ما موجودات كل الاتحاد، يعني ناس مو مانين، يعني ناس اجوا يعني هم يعني ما يستحقون هذا المكان. يعني فعلا اذا تحدثنا عن الكراسي وعن هذه المناصب، فهم يعني ما جو من الشارع، من ايضا موجوده انتخابات وهي عامه، ويعني فمن جو من انتخابات، ويعني فهذا الموضوع يعني ما اجوي يعني اعتباطا او جوي من خلال يعني علاقات، هاي انتخابات وانتخابات يشرف عليها الاتحاد الآسيوي والدولي وذلك، فجت هاي الأسماء. يعني كابتن بلال أرد أحكي لك إياها أمام الرأي العام وأمام الشارع الرياضي، صحيح جو من انتخابات وكان الهيئة العامة هي اللي وصلته من هذا المكان. يا أخي فيش لو، يا أخي أنا طبعا هذا الاتحاد هو اسمه عملية فشل. طيب فيش لو في تحقيق المستوى المطلوب للكرة العراقية انهارت. احنا يعني احنا أنا بصراحة أحكي لك يعني ماكو شي مستوى بالعالم، يعني شنو مشلبين بالاتحاد الدولي والعقوبات اللوائح. دعم أنا ولو تعطيني بس أكمل هاي الفكرة، الاتحاد الدولي من يدز له رساله ويدز له كتاب للاتحاد الدولي، يا بريد نزود الهيئه العامه، ما عنده مانع، تريد نقص الهيئه العامه ما عنده اي مشكله، الاتحاد الدولي ما يتدخل بالقضايا اللي تنهار الكره في الدوله. طبعا السيد الوزير، انا طبعا احيي السيد الوزير، جهود السيد الوزير، لكنه ما عنده قدره انه يدخل بهذه المعمعه لانه قدرته محدوده. طيب سنتكلم عن وزاره الشباب وعن الاولمبيه. جميل جدا، أنت يعني ذكرت بأن ليس لك أي مشكلة بين انتخابات جرت وجدت هاي الأسماء، لكن أنت تعقيبك على بأن
مسيرة عمل غير سليمة غير صحيحة، وبالتالي سببت لنا يعني تدهور بالمستوى. هذا ما يعني تقصده يعني من خلال كلامك. جميل جدا. دعني أقدم مادة وأعود نكمل الحوار الشيخ معك، يعني أبقى معي لحظات. مشاهدينا، يعني الحديث عن ما تمر به الكرة العراقية بالتأكيد يعد الشغل الشاغل للوسط الرياضي في العراق والشارع الكروي يعني بجميع توجهاته. الجميع ذهب بانطباعاته وتوجهاته باتجاه انقاذ الكرة العراقية من الوضع الحالي، خاصة بعد يعني نتائج المنتخب مؤخرا في تصفيات كأس العالم. مشاهدينا، إليكم جانبا من آراء مختلفة حول الشأن الكروي العراقي، خلينا نتابع. احنا لو ندرس الموضوع بتأني وبحضارة نشوف أكو أخطاء. بدي أقول لك أكو أخطاء. عملنا الاتحاد الآن 50% زين و50% مو زين. أنا أقول لك أكو عندنا بعض المشاكل، أكو عندنا بعض الأمور بها أخطاء، إن شاء الله راح نعمل عليها. وما أكو الآن محفل من محافل البلد ما بيخطأ، لأن الوضع البلد هو كله وضع مو طبيعي، الحروب والمشاكل، الشارع الرياضي، الشارع السياسي، هذا كله مأثر علينا، حتى مأثر على اللاعبين، حتى مأثر على المدربين. اللاعب من دا يجي للمنتخب ما يجي مرتاح، حمل هموم وحمل مشاكل. الآن ضيعنا الفرصة الأهم اللي هي كأس العالم، علينا أن نخطط للمستقبل. التخطيط ما يجي تخطيط لمشاركة لمناسبة، التخطيط يجي تخطيط بعيد المدى، تخطيط لسنوات، 3 سنوات، 5 سنوات، هو هذا اللي المفروض يجي، سواء مع مدرب أجنبي أو مع مدرب محلي. مدرب أجنبي عليه أن يجي يكون متواجد بالعراقي، يتابع الدوري العراقي بكل مبارياته. المدرب المحلي إذا موجود لازم يعرف كل اللاعبين الموجودين بالبلد. فالآن علينا أن نصلح الوضع بصورة عامة، وبعدين نفكر منه الأصلح للكرة العراقية. يعني بصورة عامة إحنا يعني التقييم الفني على طول خلينا نقول منافسات كأس العالم، يعني بالأخص المرحلة الثانية، ما كان المنتخب سيء، لكن كانت الفرق هي أفضل من عندنا. يعني إحنا إذا نلعب ويا فرق هي أفضل من عندنا في كل شيء، يعني كل الأمور اللي تخطر على بالك اللي تخص كرة القدم، يعني من بنى تحتيه، من استقرار اجتماعي وفني، يعني من ظروف يعني معيشيه للاعب واجواء، هذه الفرق اللي لعبنا ضدها هي افضل من عندنا في كل شيء. يعني فلهذا انا اشوف انه ما قدمه المنتخب الوطني يعني اعتقد اقول مقبول، رغم انه النتائج كانت مو بمستوى الطموح، لكن المستوى الفني كان مقبول. يعني لانه احنا إذا أريد نصعد الكأس العالم بهذه الظروف أعتقد هذا ضرب من الخيال، يعني وحنكون غير واقعيين إلى حد كبير جدا. هنالك ملاحظة، إحنا العراقيين معروفين بالمستوى العالي ووجود المواهب، تصير عملية حرق للمواهب، لأنه ما معقولة لاعب يلعب منتخب وطني 4-5 سنوات يرجع منتخب أولمبي، هاي معناها أكو جيل دا يحترق، مروان أو غيره، ذول لاعبين منتخب. مفروض احنا نفكر ببدلاء نصعد من خلال منتخب شباب مثل ما كنا سابقا، يعني عمليه تدريجيه يكون من الناشئين للشباب للاولمبي الوطني، ما يصير العكس، لاعب يلعب كذا سنه بالوطني بعدين يرجع للاولمبي، هاي معناها احنا مستقبل كره القدم في خطر. اهلا بك في صدر الرياضه مره اخرى. اهلا وسهلا، حياك الله. نبقى في يعني محورنا اتحاد الكره، وطبعا هذه المؤسسه المهمه، لكن بالتاكيد يعني إذا أكو هنالك سلبيات بالتأكيد منظومة كاملة، أحيانا الاتحاد تابع لأولمبية، وبالتالي أولمبية أيضا لها جزء من وزارة الشباب، يعني هاي المنظومة الكاملة، يعني إحنا يعني مرات نرمي الكرة في ملعب اتحاد الكرة فقط، ولكن كمنظومة كاملة أنت تعقيبك على عمل هذه المنظومة. كابتن بلال، أنا أحكي لك إياها للأمانة، انه اللجنه الاولمبيه ايضا هي عملها فاشل، يعني رغم ما الكابتن رعد حمودي هو اسم معروف، لكنه الاداره فشلت في اعاده هيبه الرياضه في العراق، باستثناء طبعا هاي جدا مهمه، باستثناء رفع الاثقال.
رفع الأثقال به شخصية آسيوية محترفة. يعني هذا الرجل محمد مزعل طبعا أحييه من هذا المكان، حقق بطولات، حقق بطولات ما إلها مثيل. يعني شفنا ما عندنا أي اتحاد بالأولمب باستثناء الأثقال، لأنه بيها رمز من رموز العراق والآسيويين الأبطال، ورغم ما الظروف اللي مر بيها أيضا، بس طبعا هناك تقاطعات كابتن بلال بين الأولمبي وبين الاتحاد وبين وزارة الشباب. شوف شوف الفوضى اللي صايرة، يعني رغم ما تقاطعات تقاطعات بين الجهات المعنية المسؤولة عن الرياضة. نعم نعم، ليش وصلنا إلى فشل الكرة العراقية من خلال هذه التقاطعات؟ يعني السيد الوزير، أنا طبعا الوزير الشباب أنا أحترمه ورجل شاب أيضا، هو حيي لي موقفه طبعا الشارع الرياضي والجماهير الرياضية أيضا يحيونه، لأنه كونه ورجل عاد هيكلة الملاعب ويعمل بصورة شخصية، وأنا أنصح أن يطلع من هاي الأحزاب، لأنه أعتقد أنه الشعب العراقي بأكمله ينتخبه بدون ما يدخل بهذا الحزب. إذا يضع حياته رجل هو مو بالعراق بس حقق المنجزات. أفضل أنت قلت إذا يترك الأحزاب. طبعا هو أيضا الحزب أيضا رايد بنا منظومته للأمانة، منظومة معالي الوزير، الوزير الشباب رجل كفو ويشتغل وشاب طموح وراضين عليه المجتمع والشارع الرياضي، لكنه منظومته أيضا الحلقة المحيطة به فاشلة بشكل كبير. أعتقد الشعب الشارع الرياضي بدأ يلتمس الحقيقة، يعني ما وراء الأحزاب ومخططات الأحزاب وأبعاد الأحزاب، بالتالي نحن حتى يعني بحاجة لأي شخصية بعيدة عن الأحزاب، شخصية وطنية، شخصية عراقية. يعني اليوم أنت قبل لحظات ذكرت مسألة جدا مهمة، تكلمت عن إيجابيات السيد الوزير، إنشاء ملاعب، تحرك على، لكن تمنيت أن يترك الأحزاب حتى الشارع الرياضي ينتخبه. يعني هو نفس الشارع راح يجيبه، وما يعني مع احتراماتي لو المفروض يخرج، لأنه أعتقد بهاي الحكومة الجديدة ربما هو ما يرشح عن طريق الحزب، وبدون حزب يفوز، لأنه الشارع الجمهور الجماهير العراقية تريد هذا الوزير، لأنه بصراحة يعني أنا كنت يعني بصراحة عندي ملاحظات عليه لكون الحلقة الدائرة ما دائرة فاشلة، لأنه أيضا هو رجل. أنا راح أضم صوتي إلى حضرتك ولعمل الوزير، لكن في حلقات مقبلة أتمنى أشوف الوزير في محافظات العراق كافة. يعني أتمنى اليوم من شفناه بالبصرة، ميسان، ملاعبنا الحبيبة في كربلاء، أتمنى بأن يعني حتى لو كانت في الملاعب جديدة في بغداد، يعني نترك ملعب الشعب، ملاعب أخرى يعني خلينا نقول ديالة، الأنبار، موصل، هاي المحافظات، أتمنى من سيد الوزير أن يعني يتوجه إلى هذه المناطق. يعني باعتقادي سيكون الناتج كبير جدا ومثمر، لأن العراق غني بالطاقات الواعدة والمواهب، الموهبة ليست في مكان محدد، كل العراق طبعا بالتأكيد لدينا مواهب وطاقات. أستاذ محمد، أنت تميل مع يعني الأسماء الرياضية والتاريخية، يعني في قيادة يعني قيادة اتحاد الكرة، بنفس الوقت يعني سؤالي لك اليوم، رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، رعد حمودي يعني عندما نقول رعد حمودي يعني قلنا الرياضة العراقية يعني، لكن اليوم أنت تعقب على بعض السلبيات أو سلبيات كثيرة في اللجنة الأولمبية. طيب هسه أي شخص باتحاد كرة القدم يقول زين إذا إحنا مو رياضيين، إذا رعد حمودي مو رياضي، لماذا أنت تعقب على اللجنة الأولمبية هو رياضي وتعقب على اتحاد الكرة اللي هم معظمهم رياضيين؟ شوف كابتن بلال، طبعا أنا نقطة معلومة جدا مهمة أحكيها للأمانة، أنه اللجنة الأولمبية بها صراع داخلي، أيضا هناك معارضة بداخل الأولمبية، شخص يصرح فلان شيف وهذه يصرح بشكل، وشوف الرئيس الأولمبية بجهة وكل من بجهة، يعني لا مركزية، لا مركزية، لكن أنه صراع بالاتحاد ماكو. شنو هالعجيبة؟ ما عندهم صراع، الظاهر متفقين على موضوع مهم، وهو كل من ياخذ حقه. زين ادري يعني الاتحاد الكره ما بي معارضه، ما بي صراع، كان شخص يهلل اليوميه وبعدين ما ادري شلون سكت. يعني اذا منظور احنا طبعا من هذا الشخص، احنا ما اريد نحب نقول باسمه، لان انا ما اريد اجيب اسماء، انا اجيب كابتن بلال، انا اجي على المنظومه، منظومه الاتحاد الفشل الفشل الفشل، علينا التغيير. هناك شخصيات تقود الاتحاد، يعني مثلا اعطيك شخصيه اللي هي
محترمة، البروفيسور عبد القادر زينل، هذا الشخصية الآسيوية اللي قاد المنتخبات وأشرف على المنتخبات. أمثال بالاتحاد يجي يعني مثل كابتن أحمد راضي. شو أحمد راضي؟ شخصية آسيوية، يعني رجل برلماني سياسي رياضي. الكابتن حسين سعيد يعني مو اسمه بالهي العامة. الكابتن يونس محمود قاموا يفرون عليه شغلات انه هيك يفصلون الآليات، يفصلون النظام الداخلي، هاي ما موجودة بالعالم. شنو يعني هذا؟ يعني يونس محمود انا رجل ما يعرفني، بس الكابتن احمد راضي ما يعرفني، الكابتن حسين سعيد اسماء خدمة الاتحاد، خدمة الكرة وصلتنا الى، يعني ليش مشلبين بهاي الاسماء؟ انتم الهيئة العامة طبعا، للمناسبة كابتن بلال طبعا معلومة، الهيئة العامة ايضا متهمة في الفشل، ايضا شاركت بالفشل. انا يعني اقولها للتاريخ وللأمانة انه على القضاء العراقي ان يتحرك ل تشكيل لجان تحقيقية والذهاب إلى أروقة الاتحاد، أرشيف الاتحاد، رفوف الاتحاد. ماذا عمل الاتحاد بعد 2007؟ يعني رسالتك إلى القضاء العراقي، القضاء العراقي المتمثل بالشخصية القضائية اللي محترمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى شخصية محترمة كفوء نزيه، وبالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء، رئيس الإشراف القضائي ورئيس الدعاء العام. هاي الشخصيات الثلاثة يجب أن تتحرك إلى النزاهة، تشكيل لجان. الشارع العراقي منتفض، يعني أني رجل، يعني ما جاي أنا في السمو، لا جاي أنا منظومة فاشلة، أنا هذا واجبنا الشرعي والقانوني والمهني أن نتحدث أمام وسائل الإعلام. بس يعني ما يعتبر من أنت تحول موضوع إلى القضاء العراقي، ما يعتبر هذا اتهام لو أنت من أجل المعالجة؟ أنا بالنسبة لي ما أتهم، لحد الآن ما متهم أي واحد. أنا عندي أكو ملفات موجودة بالاتحاد، أكو خروقات، نعم تصير ياسا السياسيين من نهبة 1200 مليار. شنو يعني الاتحاد هو نازل من القمر؟ الشخصيات، عضو اتحاد خابرني هسه قال لي شنو الدليل؟ الدليل يتحرك القضاء العراقي، أنا ما عندي دليل عليهم، والأدلة هي موجودة. يتحرك القضاء تشكيل لجان من هيئة النزاهة ويروحون للأروقة الاتحاد، شوفون الصرفيات شلون تأثرت، شلون دورة كرة العراقية، شلون صار الفشل، شلون يعني لازم أكو تحقيق قضائي. احنا ما نتهم أي واحد، لا أنا أقول أكو قضاء مستقل. طبعا هاي الشخصيات الثلاثة والمتمثلة بالرئيس مجلس القضاء الأعلى، طبعا هو رئيس محكمة، بالمناسبة رئيس محكمة التمييز، هذا الرجل ماني يعني كفوء نزيه يتحرك. يعني أنا من خلال وسائل الإعلام أنا أمثل الشارع الرياضي، أنا طبعا أمثل الجماهير الرياضية أن يتحرك للتحقيق فيما دار في أروقة الاتحاد. يعني هاي ملفات، يا إذا واحد ما عنده شيء يعني أهلا بس، يعني إذا كان أكو هنا خروقات. وبالمناسبة كابتن بلال طبعا جدا معلومة جدا مهمة، الاتحاد الدولي ما له علاقة بالخروقات والفساد، أنت تعرف كل زين رئيس الاتحاد الدولي شبهة فساد قالوا جوزيف بلاتر، إيه نعم قال نعم. يعني شنو علاقة رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني نعم. شخصية رياضية أحسن لاعب بالعالم أيضا قال إحنا شنو ذول، يعني أنا بدي أسوي تحقيق، أنا طالب القضاء أن يحقق. شوف أكو خروقات، أكو خروقات، أهلا وسهلا، أكو خروقات تتحمل هاي المنظومة الفاشلة. أنا ما أتهم أي شخصية، وإنما هناك منظومة فاشلة بالاتحاد أدت يعني إلى هذا يعني المستوى. أنت إلى هاي اللحظة ماكو أي اتهام مباشر لأي عضو، وهذا شيء يسعدني طبعا يعني، ولكن أنت بنفس الوقت يعني ترغب أن يكون له القضاء العراقي له كلمة في هذا الموضوع، وتكون كلمة فيها يعني لجان، ما هي هم تكون لجان تحقيقية يعني بنفس الوقت، ولجان استكشافية على 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 سير وعمل ومنظومة اتحاد كرة القدم. عندك هدف؟ عندك غاية؟ طبعا عندي، أنا طبعا أنا من حرقة قلبي وعني من عملي الرياضي وعملي كصحفي رياضي أن يعني الجماهير الرياضية أشوفها منهارة بسبب الفشل. يعني يجب أن يكون هناك تغيير كامل، تجي الرجل المناسب في المكان المناسب، شخصيات عندنا عملاقة. مشاهدينا، تساؤلات وأمنيات تدور في أذهان الإعلاميين والجماهير والمختصين والمحبين للكرة العراقية، عسى أن يكون القادم أفضل للكرة العراقية. يعني بالتأكيد يعني ما مرت عليها من تراجع ومن نتائج سلبية،
بالتأكيد الكل يطمح في الوقت نفسه إلى مستقبل مشرق يمحو الصورة السيئة التي ظهرت بها الكرة العراقية في الفترة الأخيرة. الآن مع مجموعة أخرى من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونصف، خليكم ويانا. كشف المدرب المساعد للمنتخب الوطني شاكر محمود عن موعد تجمع الفريق تحضيرا لبطولة الصداقة والذي سيكون يوم 18 من الشهر الجاري، وأضاف أن المنتخبين القطري والسوري اللذين سيشاركان بالبطولة على أتم الاستعداد والجاهزية، لذلك نحن مطالبون بحضور مميز لملاقاة منتخبين قويين. توج فريق الشرطة بلقب الدور الممتاز بكرة اليد للموسم 2017-2018 بعد فوزه على الجيش بنتيجة 28 مقابل 21 هدفا في المباراة الختامية التي جمعتهما في قاعة الكرخ، وتمكن الشرطة من الحفاظ على درع الدوري في خزائنه للموسم الثالث على التوالي، وجاء الجيش بالمركز الثاني والكرخ ثالثا وكربلاء بالترتيب الرابع. من جانبه أعرب مدرب شرطة ظافر صاحب عن سعادته الكبيرة بتحقيق الدرع، مؤكدا أن هذا الفوز يمنح اللاعبين دافعا معنويا كبيرا قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية. في الكرة الإيطالية وضمن منافسات الجولة 28 من الدوري، وقف رصيد نابولي عند النقطة 70 وذلك بعد تعادله السلبي مع انتر ميلان على ملعب سان سيرو ليصبح بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس. في السياق نفسه سيكون أمام يوفنتوس فرصة ذهبية لزيادة الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط في حالة الفوز على أتلانتا في المباراة المؤجلة. أما فريق انتر ميلان فقد أضاف نقطة إلى رصيده ليبقى في المركز الخامس برصيد 52 نقطة خلف فريق لاتسيو صاحب المركز الرابع بنقطة وحيدة، ولكن لديه كذلك مباراة مؤجلة إن فاز بها سينفرد بالمركز الرابع. نعود للزميل سعد محمد، أهلا بك مرة أخرى. يعني هنالك مقولة في الوسط الرياضي وخصوصا في كرة القدم، ليس كل رياضيا مشهورا ونجما لامعا ناجحا في التدريب. أنا هنا دعني أتكلم كأني أحد أعضاء الاتحاد، أحد أعضاء الاتحاد يقول ليس كل نجم سابق لامع رياضي إنجازات يكون ناجحا في عمل اتحاد الكرة. أنت تعلم عمل اتحاد الكرة في يعني جزء كبير عمل إداري، يعني فعضو الاتحاد يقول أنا لست رياضيا ولا نجما لكني ناجح في عملي، فأنت بماذا يعني تعقب؟ شوف كابتن بلال، بالنسبة إلى يعني طبعا أعضاء الاتحاد المنظومة الفاشلة، أنا أقول المنظومة الفاشلة هي حقيقة هي منظومة فشلت في إدارة الارتقاء بالمستوى كرة قدم. فأعتقد أنه يعني بصراحة أقولها أنه يعني صحيح هي مو شرط أن يكون لاعب، لكن جربناه 4 سنوات جربناه يعني من فشل إلى فشل من فشل. يا أخي طو فسحوا مجال، كل ساعة مطلعين قانون أنه هذا ما يصير وهذا يصير وما تفصلون على هذا، ما هو كل شيء بالاتحاد الدولي، يعني اللوائح الاتحاد ما تقول هيك شيء. فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تغيير كامل لهذه المنظومة الفاشلة. منظومة فاشلة مو أنا أقولها، أنا طبعا الجماهير الشارع الرياضي يقول، فعلينا أن نتخذ إجراءات سريعة للتصدي للفشل، للتصدي لهذه المنظومة. فأعتقد طبعاً هناك شخصيات عراقية تقود، خلينا نجربهم، خلينا نجرب هاي الأسماء. وإحنا جربنا الكابتن حسين سعيد، جربنا يقود الاتحاد من خارج العراق وصلنا إلى طيب مستوى. سيد محمد، حتى أقدر أنهي هذا الحوار الشيق والجميل اللي تفضلت به، برأيك ما هي الحلول؟ والله كابتن بلال، أنا تحدثت قبل لحظات أنه ما حد يقدر يزحزح المنظومة الفاشلة في العراق. الاتحاد العراقي مصممين أنه يبقون نفسهم، يبقى الفشل، يبقى يستمر هذا الفشل ويدفع الثمن الجماهير الرياضية. فأعتقد الحل واضح، يعني خلي يسمعوني كل الرياضيين والخبراء والمتابعين للأحداث اللي تتحكم بالاتحاد، القضاء الفاصل لإنهاء هذه الأزمة، قضاء العراقي. نعم. القضاء المتمثل بالأسماء اللي قلت لك بها، الشخصيات القضائية تتحرك على هيئة النزاهة أن تذهب إلى أروقة الاتحاد وماذا دار في هذه، وكشف كل ما تحت الأروقة الاتحاد، وإذا كان سبب الفشل شنو الهدف، شنو السبب، ليش فشل كرة القدم بالعراق، الجماهير منتظرة. فأعتقد القضاء الفاصل الوحيد بإنهاء هذه الأزمة، وكل من يأخذ حقه، كل من ذنبه باختصاره.
طيب اعتبر هاي كلمة أخيرة لو لديك كلمة أخيرة؟ لا عندي كلمة، أحيي الجماهير اللي أو الشخصيات الرياضية المتمثلة بلجنة المدربين خطية يعني بصراحة، ولجنة اللاعبين الدوليين كل شخص يطلع منهم واحد، صايرة هاي دائرة بالعالم ما صايرة في التاريخ. لاعبين عمالقة هزوا العراق رفعوا العلم، من يكونون الاتحاد؟ هاي المنظومة من تكون؟ شنو تاريخها؟ ما يصير أخي، إحنا لازم نتعامل يعني حتى الدولة يجب، صح هي ممنوع التدخل، لكن أحيي هذه الشخصيات من لجنة المدربين يطلع واحد، من لجنة اللاعبين يطلع واحد، هاي مأساة. وأنا طبعا أناشد كل المتابعين والمتطلعين إلى عمل ويعني إعادة هيكلة الاتحاد من هذا الفشل، فعليهم أن يتحركوا، خاصة الإعلام الرياضي يجب أن انت حامل رسالة أمانة، يعني حامل يعني ما ممكن انت تبقى ساكت، تحدثوا الشارع الرياضي، جماهير كلها وياكم، انتم ليش تخافون؟ شنو ليش منظومة فشلت بالعراق الله وياها ترحل عليها، اكو ناس شخصيات تقودنا، شخصيات خارج العراق داخل العراق، يعني ايش بيك كابتن يوسف محمود؟ ليش يعني كابتن يوسف محمود جيبه ثقيل، عنده امكانيه عاليه، يعني احكي للامانه يعني هو لاعب مشهور، الكابتن احمد راضي، كابتن حسين يعني سعيد، عفوا جيبه ثقيل تقصد يعني ليس بحاجه يعني يا اخي اخذ انا ما اريد اتحدث بهذا الاطار، كلهم اخواننا وزملائنا، لكنهم فشلوا في هذه في عمل الاتحاد الكره، المنظومه فشلت فعليه الرحيل، ومن يكون وهو ايضا اتحاد الكره دي يقوم بدور كبير بان رفع الحظر عن الملاعب العراقيه. لا ما له دور اتحاد الكره، ما له دور، الدور اللي له الكابتن حسين سعيد والوزير شباب وشخصيات، هم دول الشخصيات وبعض الشخصيات، ما له دور الاتحاد. الاتحاد شنو يودي رسائل ويدز مراسله، نزلوا الهيئه العامه، صعدوا الهيئه العامه، هاي الاتحاد واجبه، شنو واجبه؟ شنو يعني واحد يحكي الشارع يعرف، الجماهير الرياضيه كلها تعرفه. هذه سعيد جدا بوجودك معي في صدى الرياضه، وهذا ما يسمح به الوقت بالتاكيد، يعني اتمنى توعدني بين حلقات مقبله تكون ايضا معي في صدى الرياضه ان شاء الله. ومثل يعني ما طلبت مني، انا اليوم لا سالت ولا تكلمت هواية حتى اعطيك يعني حتى التدخلات وياك كلش قليله، حتى شفت يعني روح الوطنيه بيك وحرقتك والمك من اجل طبعا الرياضه العراقيه وتحديدا كره القدم، فبالتاكيد يعني اعطيتك الوقت الكافي، يعني ان شاء الله احنا راضين ان شاء الله كابتن. وانا اشكرك على جهودك هذا البرنامج الشيق، والله العظيم هذا احسن برنامج رائع. تسلم، اشكرك، شهاده اعتز بها. يعني بالتاكيد مشاهدين الكرام، من خلال يعني كلام الزميل استاذ محمد، يعني ايضا يعني شخصت ببعض المواضيع، واقول هنا يا ترى هل يعني بشار رفع الحظر التجريبي واعاده البسمه الى شفاه الجماهير العراقيه يعني سيسهم بتغيير واقع مظلم الى مستقبل مشرق للكره العراقيه؟ هل من الممكن ان نرى يعني تخطيطا سليما وصحيحا للعمل المقبل، كذلك للاستحقاقات المقبلة بشكل يعني أتمنى يكون بشكل منهجي مدروس، لكي نحن الإعلام والكل نغلق صفحة الماضي ونعيش خطوات جديدة نحو النجاح والتألق؟ يعني أيضا يعني الهواجس هل ستبقى يعني تحاصر زميل محمد، الإعلاميين، أهل الشأن، الجماهير العراقية، الباحثين عن تقدم للكرة العراقية وعن هوية حقيقية للمنتخب العراقي؟ يعني إذا بقي الحال مثل ما عليه، فإن يعني من الطبيعي يا اتحاد الكرة تبقى هذه الأمنيات، تبقى هذه التساؤلات قائمة تدور في أذهان الوسط الإعلامي والجماهير والمختصين والمحبين للكرة العراقية، وتبقى العيون ترنو إلى مستقبل مشرق يمحو كل الجوانب المؤلمة والسلبية بالفترة السابقة. مرة أخرى أشكرك على وجودك أستاذ محمد، وأتمنى إن شاء الله نرى يعني مستقبل جديد مضيء للكرة العراقية. مشاهدينا، لم يبقى لدي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع، هذه تحياتي بلال بدامة، مع السلامة.